بعد نكسة الياباني. مديرنا تكشف محتوى لقاح كورونا الملوث. أعلنت شركة مديرنا الأربعاء أن الجرعات الملوثة من اللقاح المضاد لكوفيد 19 التي أرسلتها إلى اليابان كانت تحوي جزيئات من معدن مقاوم للصدأ، لكن المجموعة لم تتوقع أن يشكل ذلك خطرا كبيرا على سلامة المرضى. وتواجه المجموعة الأمريكية نكسات كبيرة في اليابان مع تعليق استخدام مئات الآلاف من الجرعات بعد تقارير عن اكتشاف مواد غريبة في قوارير. وتحقق السلطات أيضا في وفاة رجلين تلقيا جرعات من دفعة ملوثة، لكن سبب وفاتهما غير معروف حتى الآن. وفي بيان مشترك مع مجموعة تاكيد اليابانية قالت مديرنا إن التلوث في إحدى الدفعات الثلاث من الجرعات الملوثة التي علق استخدامها تم إرجاعها إلى عيوب في خط الإنتاج في مصنع يديره المقاول الإسباني روفي فارما إندستريل سيرفس. وأضاف البيان الوجود النادر لجزيئات المعدن المقاوم للصدأ في لقاحات مديرنا المضادة لكوفيد 19 لا يشكل خطرا كبيرا على سلامة المرضى ولا يؤثر سلبا على مزايا أخطار المنتج. والأسبوع الماضي علقت اليابان استخدام 1.63 مليون جرعة من عقار مديرنا في كافة أنحاء البلاد.